اخ يا خالي اخ، عم قول الاخ والنار عم تطلع من تمي. خالي اذا بدك مرتك تلين عليك بحطب التين. لك يا خالي انا بقول لك حل لي مشكلتي مع نسواني، بتقلي حطب وتين وبطاطا. خالي انت بتعرف ليش انا لهلا ما تجوزت؟ لا والله ما بعرف. عشان ما خلي مرة تحط راسها من راسي وتركب على ظهري وتطوطح برجليها، شنو انا رجال وكلمتي هي اللي بدها تمشي. يعني اذا بدي اقول لها هذا اللبن اسود بدها تقول لي امرك تاج راسي اللبن اسود مثل كحل الليل. شو يعني؟ يعني خالي خليك رجال ولك هيبه، روح اشتري خيزراني، خليها تعلم على جلد نسوانك التنتين، اذا واحدة منا بتطلع فيك تطليع او برفجف انها قدامها. انت وين يا خالي؟ اه لك والله عم يتقلبي انت ونسوانك التنتين. تصبح على خير. وانت من اهله. الله عليك يا خالي منير ما احلاك. خيزراني والله جابه نحلو.